كابتن بلال، ألف مبروك، فوز مهم بثلاثية ولا أروع، والأهلي الكبير كان رحيم النهاردة بالأشقاء. مبروك طبعا، مبروك الأول لجمهور النادي الأهلي اللي جه من بدري وشجع وآزر وعمل سبورت كبير جدا 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 للعيبة. مبروك لإدارة النادي الأهلي اللي تحملت كتير الفترة اللي فاتت دي. ومبروك للجهاز الفني واللعيبة في الآخر اللي كان بإيديهم يعني في الصعود لدور الثمانية. قبل المباراة يا كابتن أيمن احنا يعني توقعنا ان الاهلي يكسب 3-4. انا قلت 4، كابتن شريف قال 3، كباتن قلنا كلنا متفائلين الحمد لله ان الاهلي هيكسب. ليه؟ لان كرة القدم ليها المعطيات تدي نتائج في الاخر، تمام؟ انا المعطيات موجودة عندي، الفنيات موجودة، الامكانيات موجودة، الالقاب موجودة، التاريخ موجود، المسيرة الكبيرة موجودة، امكانيات اللعيبة موجودة، تمام؟ بتلعب على في ملعبك، بتلعب يعني قدام في وسط جمهورك، فطبيعة الحال بكل الفروقات دي انك تطلع بنتيجة كبيرة. انا شايف ان 3-0 ده الاهلي كان رحيم باشقائنا السودانيين حقيقه، يعني هو يعني هو عمل حساب ان هم جايين من سفر وتعبانين. أيوه. ودنيتهم كانت صعبه شويه، ومنتهى الكرم في شهر رمضان، واحنا في شهر رمضان، رمضان كريم علينا وعليهم كلهم، فاحنا كنا رحماء بفرقه الهلال السوداني، عشان كده هم خدوا 3 وهيروحوا ب3 بس. لكن الطبيعي انك تكسب 5 و6، الطبيعي انك تدي درس، الطبيعي ان انت يعني انا مش زعلان من لعيبه الاهلي، لكن انا بقول الطبيعي كان يحصل ايه. الطبيعي انك كنت تدي النهارده 6 و7، النهارده الاهلي ضاع الشوط الاول 5 فرص محققين في 20 دقيقه، 5 فرص محققين. تكسب الشوط الاول 5، الشوط الثاني فيه 3-4 فرص بالاضافه للثلاث اهداف اللي انت سجلتهم، فكان الطبيعي النهارده المباراه تخرج نص دستة مستريح. يعني النهارده الطبيعي انك تعد، مش انك تقول انا كسبان 2 ويا رب ما يجي فيها جول ثاني والدنيا صعبه والامور مش احسن حاجه. لكن برضه نقول مبروك للاهلي، اللعيبه الى حد ما كان في ضغط على لعيبه النادي الاهلي، طبعا التصريحات الكتيره من فرقه الهلال وجايين من القاهره ونصعد من القاهره و20 الف دولار مكافاه لكل اللعيب و15 الف دولار مكافاه لكل اللعيب والحماس، لكن في الاخر اللي بيحكم فرق الامكانيات، اللي بيحكم فرق الخبره، اللي بيحكم قدرتك على اللعب في الظروف الصعبه اللي انت لعبت فيها. صحيح. الاهلي افضل بكتير جدا جدا يا كابتن ايمن. المباراه لو جيت تعيدها تاني مره واثنين وثلاثه واربعه هتكسب مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. صحيح. لان انت في الاخر انت الافضل، انت الاحسن، فريق الاهلي الافضل والاقوى وافضل بكتير جدا جدا بمراحل عديده جدا يعني. احنا كنا في الاستوديو تعبانين وبتاع ونفسنا الهدف الاول التاني يجي بعد يعني ومتاخر شويه والهدف الثالث اتاخر شويه وكنا قلقانين، بس انت قلقان بحكم انك عايز تكسب. صح. بسرعه وتريح نفسك، مش قلقان انك تخسر مباراه، بس قلقان، بس عندك احساس من جواك انك هتكسب. انت هتكسب مكسب كويس، انت اصلا كسبان 2-0. ما انا بقول لك هتكسب مكسب كويس، انت بس خايف من العشوائيات. ايوه يعني بالظبط، في بعض الحاجات. صح. بيبقى في شويه عشوائيات، يعني انت الفرق اللي بتلعب بعشوائيه دي تخاف منها. مظبوط، تمام. غير الفرقه المنظمه، الفرقه المنظمه خلاص انت عارف انت يعني بتقفل هنا وبتقفل هنا وبتلعب وعارف انت بتلعبهم ازاي. انما الفرقه اللي بتلعب كره عشوائيه دي انت تقلق منها جدا، كره طويله، كره واقعه، كره رايحه، كره جايه، تخاف الكره تتلعب بالعرض تخبط واحد يجول زي ما حصل كده، واتيحت لهم فرصه اللي هي كانت وقعت من عبد المنعم تقريبا، والواد اللي حطها الفرد حطها وطلعت من الفرد. تضحك يا اسامه. انا في النهايه عايز اقول ان انت تستحق المكسب حقيقي، الاهلي يستحق المكسب النهارده. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاعيبته، ومبروك لجمهور النادي الاهلي النهارده.